يلا يا عم انا عايز سوبر هيرو مصري يا عم. بنت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير قوي قوي اوفر اتشقلب حالي الدنيا بميرو في يوم وليلة بقت سوبر قفلت المنطقة دي خلاص وشكرا جدا دي بأوفر دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة وديها زي المطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر هالك مش نافش ريش شافها ثور قام خدله في زمانه ساحه براديشو كابتن امريكا لقى عركه ثانك يو جدا عيشه سوبر مان غار منها طلب يشيله في الموافيشو دي خارقه مش مدركه دي اصلي ومش متفبركه مطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة زي المطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر في الحلقات السابقة كات حلو يا استاذ شيرين اللي اشتغل مع هدهد يكسب 10,000 جنيه يا أميرة Don't leave me I'm so afraid from darkness No Don't leave me alone جنى ما اسميش جنى اسمي الجحدة أم الجاحد مرات الفاجر عين العقل يا جحدة عين العقل يا جحدة سيب أخوك التعبان الشقيان ياكل ويتغذى امسكي يا حبيبتي يا مراتي خدي من جوزك خدي الفلوس دي هاتي بيهم حاجات ملهاش أي لازمة عاجبك كده يا ماما؟ مش عايز يديني فلوسي وبعدين بدل ما انت زعلان قوي كده روح شوف لك اختراع اعمله عشان تكسب منه ذهب زي اخوك يا خايف ليمون احنا مش هينفع نكمل خطوبتنا اهلا جوزين الكناريا يعني بمروان وكان زوزي كمان كوبرا انا هقوم بالعمليه دي لوحدي ومش هقبل مساعده ناس صيع زي دول يا فاجر كوبرا قصدها انت هتعرفني كوبرا قصدها ايه ولا مش قصدها ايه احنا عندنا خبر حلو عايزين نقوله لكم مروان خد ميعاد من بابي وهيجي يتقدم لي ليه ايه مين بيبعت لك مسج يا مروان ايه ده دي سوبر ميرو ايه ده يا ستي ايه ده في ايه وهل انت فخر العرب ايوه انا فخر العرب في ايه جعلها ابني يا ماما ايه في ايه هو الا يا ماما ايه في ايه بقول لك اخوك اتخطف يا منيل على عينك تخضيني كده يا ماما انا قلت في حاجه مهمه القطط قلبت الزباله اللي على السلم اطفيت في النور وسيبيني صحيني اخر نهار قطط ايه قطط ايه اللي قلبت الزباله يا زباله بقول لك اخوك اتخطف تقول لي القطط قلبت الزباله صلي على النبي يا حماتي عليه الصلاه والسلام يا اختي نقطينا بسكاتك يا ماما عشان اللي خطفوه الظاهر ان هم قرايبك بس انا ماليش قرايب في مصر انا مكتوبه من شجره روشي تقوليش كده يا حبيبتي طول ما انا موجود انا كل قرايبك وقته ده واد وقته النحنحه دي كلها بقول لك اخوك اتخطف يا ماما انت اللي مكبره الموضوع تلاقي اللي خطفوه شويه مجانين من اللي بيعالجهم هيكهربوه زي ما بيكهربوا بقول لك ايه مش مجانين ده اللي جم هنا فيهم واحد اسمه
هياشي باين ولا ايه؟ وشكله كده لابس عرقسوس، لابس لبس عرقسوس. تقصدي هياشي ابن خرتي؟ ايه ده ثواني، هو مش ده هياشي اللي كان بيحبك يا هانم؟ هو ولا مش هو؟ وده عارف عنوان بيتنا ازاي؟ ممكن بابا قال له على عنوان. يا سلام، وبابا عارف العنوان منين؟ لما كنت عايزه اسافر اليابان بربر ساعدني وقال لي ابعتي رساله لوالدك. سما بتقول لك ايه؟ بتقول لك بلبل. يعني هو حب يخرب بيتي قام ربنا وقعه في شر اعماله، قام جم الساموراي بقى هيعلموه الادب وهينفضوه. والنبي انت اللي عايز تتنفض بمنفضه. الله، طب وهياشي ده بيحبك، ابني انا يتخطف ليه؟ ممكن يكون يفتكر وخطخط، وهياشي بيكره خطخط جدا. يا مصيبتي، هياشي بيكره خطخط يا واد. طب وبعدين انت هتفضل قاعد ساكت كده؟ ما تروح تشوف اخوك فين؟ اروح فين؟ هو بتقول لك بيكرهني جدا، يعني ماليش وش اقابل الراجل. يعني ايه؟ يعني انا ابني راح مني خلاص؟ ما تقلقيش يا تانت، هياشي عنده اخراك ومش هيذب بلبل، هيقتره برحمه. يقتره برحمه؟ يا ودي يا ماما. قوم يا ولا، قوم شوف اخوك. انا ابني هيضيع مني، قوم. يا سلام على النظام. الكابتن اللي هناك ده ما ضربش ليه؟ تعال يا حبيبي ما تتكسفش، تعال خد ثقة كده اتعلم من اخواتك. اه ده كومبو، ده كومبو 40 عارفها دي. حرام عليكم يا كفر، انا عملت ايه كل ده؟ لقد حرمتني من حبيبتي هوشي وتزوجتها. يا عم يا هياش، انا عمال اهاشي معاك من الصبح وبقول لك والله ما انا، مش انا اللي تزوجتها، ده اخويا هدهد. مش اخويا، انا اتبريت منه خلاص، والله خلاص اتبريت منه. ابوس ايدك فكني بقى هموت. لا تلف ولا تدور يا فخر العرب، انا اعلم انك زوج هوشي ولن اتركك حتى تطلقها واتزوجها انا. طيب همشي معاك للاخر، مش انا زوج هوشي؟ هوشي طالق بالتلاته، خلاص خلصنا. تقدر بقى حضرتك تروح تتجوزها وتسيبني بقى والنبي فكني. اذا فانت هدهد. ايه ده؟ لا والله والله انت ما صدقت تمسك في كلمه ولا ايه؟ انا بحور عليك. هو هدهد، انا بلبل. تعالى ايه ده؟ يا دي النيله، يا دي النيله. ميرسي قوي يا جماعه، ممكن تسيبوني بقى اعرف اقعد مع الولد شويه؟ شكرا. الناس بتحبك قوي. الحمد لله، بس في واحد بس هو اللي ما بيحبنيش. ده مين الحمار ده؟ في حد ما يحب سوبر ميرو؟ سيبك انت من الموضوع ده. بقول لك ايه، انا عايزه اطلب منك طلب بصراحه، عايزك تنقذ حاله انسانيه، البنت الجميله اللي معاك في الجريده اللي اسمها اميره. اميره طفطف؟ ايوه هي. بصراحه يا مروان، البنت دي بتحبك قوي ونفسها تعيش معاك حياتها كلها، وعلى فكره دي هتبقى زوجه هايله، بتطبخ كويس وبتنظف وتعمل كل حاجه. لا بس انت اكيد فاهمه غلط، اميره طفطف بتحب ليمون ما بتحبنيش انا. لا ما بتحبوش خالص والله. ازيك يا مروان؟ الناس يا عم اللي بتخرج مع ابطال خارقين دي وما بتقولش. يا دي النيله، انت جاي هنا تعمل ايه؟ اهو يا سيدي، كنت بعمل مقال عن السعرات الحراريه في الجو ده فقلت اعدي اسلم. ازيك يا بطله؟ عامله ايه نجمه مصر؟ انا في الاول ما كنتش مقتنع بيكي، بس بعد كده مع الوقت بقت من متابعينك على الانستغرام. مش مهم على فكره رايك خالص، ممكن تعملي انفولو. ايه يا عم ده، يا نجمه متعجرفه ولا ايه؟ لا انت فاهم غلط، دي متواضعه جدا، هي بس عاوزه تنكشك كده، يعني بتحب الهزار. شغله خراكيم بقى. امال فين اميره؟ لا هو كل يوم بقى، انا عايز اشم نفسي شويه. حيوان ده يا راجل، مصدعاني كل يوم، طول اليوم مكالمات ولازم كل يوم تقرير، انا بعمل ايه ورايح فين ومع مين، حاجه بقت متعبه جدا. ايه ده اهو، تخيل شايف اهو. يا اميره، ايه يا حبيبتي يا بنتي؟ ما انا بكنسل عليك، يبقى في دم بقى، ما ترنش تاني. الله، وانت كمان وحشتيني. يوه، وانا كمان بحبك يا ستي. شفتي، مش قلت لك بتحبي؟ والله العظيم ده كذاب، اكيد بيكلم امه. لا اميره حبيبتي، الحب حريه، مش كده يا بابا. بقولك ايه، ممكن تفتح السبيكر؟ لا معلش، السبيكر بايظ. لا صوت بنات ايه يا حبيبتي؟ يوه دي سوبر ميرو يا ماما، احنا نغير من خارقات بقى، دي ما بقتش عيشه، انا ليا كلام تاني بقى مع باباكي. لا خلاص، انا قابل بابا بقى. يلا
بعزنكم يا جماعة عشان عندي حاجات عائلية بقى، أنا آسف جدا. سلام يا ليمون. والله العظيم السفروت الصغير ده بيحور عليك. أنت فاهمة غلط على فكرة، أنت ما شفتيش لما راح يتقدم لأميرة كانت فرحانة قد إيه. بص يا مروان، أنا مش عارفة أفهمك أي حاجة. أنت رايحة فين؟ أصل الجوكر هيفجر المدرسة اللي جنبنا فهروح أنقذها. يا واد يا واد، اعمل حاجة بدل ما أنت حاطط السماعات دي على ودانك. يا ماما يا ماما، وأنا بسمع ألبوم كايروكي الجديد، ما أنا قاعد مستني تليفونه، ما قدمناش غير كده. أها، ما بقالنا ساعتين مستنيين. إيه؟ أنت عاوز الواد يضيع مني؟ يا ابني بلغ البوليس. يا ماما أنت ما بتتفرجيش على أفلام عربي قديمة؟ هنبلغ البوليس من هنا، هيعندوا معانا ويقتلوه، ومش دي المشكلة، المشكلة بقى إن هم يقعدوا يكلموني بالليل، تعالى أتعرف على الجثة وتحقيق هل أخوك كان ليه أعداء، وأنا مش فاضي، أنا بحب أنام بدري. ما تقلقيش، انتهدي بس وأنا هرجعه بالعلم. علم إيه يا أخويا اللي هترجعه بيه؟ العلم عند الله، بس إحنا هنحاول، ما تقلقيش. المشكلة هنعرف مكانهم إزاي. هدهد بعد إذنك يا هوشي، ما حد يشيل كلمة المشكلة وأنا موجود. هدهد دايماً عنده الحل. أنا هخاطب عقليتكم بموضوع أكبر منها. بصوا، في حاجة اسمها القمر الصناعي. القمر الصناعي ده أنا موصله ببرنامج عندي. عن طريق القمر الصناعي هقدر أتتبع مكالمتهم وأوصل لمكانهم بالظبط. حد يقول لي فيكم افرض ما اتصلوش. أيوه، هو ده اللي أنا عايز أقوله، افرض ما اتصلوش. برافو، ساعتها هيكونوا قتلوا بلبل وهيبيع موبايله في شارع عبد العزيز، وأكيد حد هيشتريه. اللي هيشتريه ده أول ما هيفتحه هيجي لي مسج SMS على موبايلي. أول ما هيجي لي هعرف أحدد مكانه، هروح له أقول له اشتريته من مين، هيوصف لي المحل، هروح للمحل هعرف مين اللي باع له التليفون، وساعتها هقدر أرجع لك التليفون. مش عايز يا حبيبي علبة التليفون معاك؟ يا ود أشوف فيك يوم أقول لك رجع لي أخوك، تقول لي هرجع لك التليفون؟ يا تلاجة يا بارد يا سائع يا تلم يا حلاق. ما انا بقول لو مات يعني اجيب حاجه من ريحته. موتة تشيلك. الو الو، ايوه يا هدهد. لا انا مش هدهد، انا بلبل اخوه. كنت اعلم انك كاذب. يا هدهد يا هدهد، ابوس ايدك، بلاش الحركات دي، هيخلص عليا. اسمع يا بلبل، سوف أقتل هدهد أخوك إذا لم تنفذ مطالبي. يا عم والله العظيم أنا بلبل، هو هدهد. خلاص بقى يا هدهد، ملوش لازمة اللف والدوران، الناس قفشوا إن أنت. خلينا بس نحاول نحل الموضوع. أريد أن أتحدث مع هوشي. هوشي مرات أخويا؟ أهي ثواني بس، بتغسل إيديها عشان كانت بتعمل جلاش بس وجاية. أهي معاك. حاولي تطولي في التليفون على قد ما تقدري، استغلي الراجل اللي اتعلمتيه من أم جمال. هفتح السبيكر. هياشي، أنا هوشي. هوشي حبيبتي، لماذا تركتيني ورحلتي؟ سامحني هياشي، وقل لي أين أنت حتى أعطي لك ونعيش سويا. لن أقل لك يا عمك. كان يا البتة، عليك أن تذهبي إلى المطار الآن، وعندما تغادر البلاد سوف أترك هدهد زوجك، أو ربما أقتله إذا تطلب الأمر. يا عم حدد موقفك، أنت محتار بإيه السهولة اللي أنت فيها دي؟ يا هوشي، أبو سيدك يا هوشي، خليه يسيبني والنبي. 48 سنة ده في يلحن يا حياشي، وهو ليس له ذنب، وأنا التي تركتك وتزوجت منه. لا تختبري صبري يا هوشي، عودي إلى توكوشيما. عودي قبل مطلع الشمس. قولي له اتركني أخي تاتون. أفل أفل. يس يس. إيه، عرفت مكانه؟ مش بالظبط، بس هو في محافظة القاهرة. هتشلني يا واد، هتشلني. بهزر معاكي طبعا، عرفت مكانه وحددته، ولا اجدحها دليفري، جبته بالظبط. يلا بينا هوشي. لا، ما ينفعش تروحوا لوحدكم ابدا، ده العيال دول مجرمين ومسلحين. ما عشان هم مسلحين مش هنروح لوحدنا. يا هدهد، شفتهم حرفين ازاي؟ طب احنا هنواجههم ازاي دول؟ هنهجم عليهم ازاي؟ اسمها تهجمي عليهم ازاي؟ بصي الخطة بسيطة جدا، انت هتخشي هتضربيهم يا 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 اوه، بعد ما تضربيهم كلهم تفكي بلبل وترجعي. ايه الخطة في كده؟ انا مش فاهمة، هضرب دول ازاي؟ انت مش شايفهم بيلعبوا بالسلاح كده؟ شكرا يا سوبر ميرو على مساعدتك لينا،
وكنت أتمنى أشوفك في ظروف أحسن. أتمنى ما تبقاش آخر مرة نتقابل يا هوشي. ده وقت تعارف. بصوا بصوا ركزوا معايا هوشي، أنت هتخشي تشغليهم وأنت هتخشي تضربيهم، ماشي؟ أوكي، وأنت هتعمل إيه؟ أنا هقف هنا عشان لو حصل أي مشاكل هكلم ناس يجوا يتدخلوا. ما شاء الله، إيه التضحية الزفت دي؟ قد إيه يا هدهد، أنت إنسان شهم وخسيس في نفس الوقت. يلا فيش وقت، ربنا معاكوا أبطال. هياشي هوشي، كيف عرفتي هذا المكان حبيبتي؟ لقد تطبقت قربي يا هياشي. انتوا لسه هتحبوا في بعض؟ فكيني يا ماما. ايه يا هوشي، انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا بربر بربر. صدقني انا لم احب سواق، لقد خدعني حدحد بترقب بمشاعري. ايها الحكيم. حددت يا هوشي، الله يخرب بيت اليوم اللي شفناكي فيه. كم اشتقت لك يا حبيبتي. أتتذكرين أيام صبانة؟ أتتذكرين عندما كنا نسبح سويا في بحيرة لازارو؟ أتتذكرين لعبونا في حقل الذرة؟ سيب إيديها يالا! يالا نزل إيدك! إيه حكاية حقل الذرة؟ وأنا أكون الذرة واقف؟ أنا راجل شرقي يا أبو طفيرة. إيه اللي جايبك هنا؟ من هذا؟ ده هدهد، امسكه بسرعة! لو مش مصدقني بص على بطاقته. لا حضرتك، أنا بلبل أخوه اللي شايل كل بلاويه. أنا كده قطعت القميص؟ يا ابني ده قميص سهل. ولو مش بستلفه منك؟ يا حسنا، وهكذا تجمعت العائلة الكريمة، فلنطلع رؤوسهم ونرجع إلى بلادنا. استنى ياض يا دوناتيلو، أنت والساموراي. من هذه؟ أنت إزاي مش عارفني؟ أنتوا ما عندكوش تلفزيون في اليابان؟ هي ممثلة؟ ممثلة؟ يا نهار اسود، الحق يا هدهد، أنا فاكرة إن أنا مشهورة بقى وصيتي سابقني وكده، وأول ما يشوفوني هيخشعوا. اصبري هنتصرف. انت ايه يا نجم، مش عارف سوبر ميرو دي اقوى بطله في العالم؟ سوبر ميرو دي اللي هتزففكم التراب. ولا بس يا دي بتطلع نار من بقها. دي هتطير. طير يا ابني، ما توسعهاش، بيقول لك مش عارفني. بقول لك ايه حضرتك، احنا نخلص الليله دي بالتراضي، ها؟ عشان انا مش عايزه اتجنن عليكم، مش عايزين دم، مش عايزين الناس تتلم. ولكننا نحب الدم. ايه الهواية الزفت دي؟ طلعوا بيحبوا الدم. طب وهنعمل ايه؟ انتوا اللي جبتوه لنفسكوا. الصاعق اللانهائي. نهار اسود، قطع شحن. ما تتوتريش، حد معاه باور بانك يا جماعة؟ معهمش باور بانك. ما شحنتوش. خلاص، هديكوا تقيلة بقى. رائحة العرب. ما اغمش عليهم. ولسابين ما شموش. نحن نحب رائحة العرق. هو ايه الهواية الزفت دي؟ هو كل ما اقول حاجة بيعلي عليها؟ اقضي عليها يا كزامة، هيضربك بالجزامة. لم ادعك تمسحها بدلالة يا حياشي، وهي بطلتنا الوحيدة. ايوه كده، طلع الساموراي اللي جواكي. طب ايه؟ مش هتشارك يا سوبر ميرو؟ لا، اصل انا عندي انتفاخ فمش قادر اشارك النهارده. ايتها الخائنه، سوف اقتل حبيب قلبك امامك. ربنا منع، والله منع. هو انزل بالشرطه ولا موت. لا انزل. في ايه حضرتك؟ شطه، هو انا كلمتك؟ انا لسه ما عملتش حاجه، مالك جبت ورا ليه كده؟ عندنا في توكوشيما نعاني من الربعاصير بشده، ولذلك نكرور شطه. هايل، اذا كان كده بقى يبقى لموا بعضكم بقى وخدوا نفسكم على اول طياره على توكوشيما، ومحدش فيكم يقرب لهوشي، والا السما هتمطر شطه. يلا يا رجال اهربوا. يلا يا حشرات، وانا اللي كنت فاكرهم ساموراي طلعوا ساموزين. يما نزل ايدك، انت ساند عليا ليه؟ مخدود يا اخي، في ايه؟ شكرا يا سوبر ميرو، شكرا على وقفتك جنبي، والله مش عارف الواحد كان يعمل ايه من غير الفلفل بالشطه والليمون ده. تاخد رشه؟ لا متشكر قوي، انا عايز اخد شاور، وبالمره غير زرار القميص اللي اتقطع ده. لا انت كده معفن، يلا اجري. حاضر. الحمد لله على سلامتك يا هدهد. انت بتحور ليه؟ ما
ما هم مشوا خلاص. انت بتحاور قدام مين؟ قدام مين انت؟ مش فاهم. انا مش عايز لسانك يخاطب لساني، انت فاهم؟ طب ايه؟ مش عايز حد يلمسني. انا مش عايز حد يلمسني. لا حول الله يا ربي، ده مجنون خالص. انا بس رد على التليفون. الو، ايوه يا جنى يا حبيبتي. ازيك يا اميره؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي. الحمد لله. ايه الدوشه اللي عندك دي؟ مفيش، اصل انا عامله النهارده لسولي حفله عشان نجح وجاب جريدز حلوه. على فكره انا كلمتك كذا مره عشان اعزمك وانت ما ردتيش. يلا طبعا تعالي هتتبسطي قوي. احنا جايبين كلاونز وماجيشن وحاجات كتير. بسم الله ما شاء الله، انتوا جايبين كلاونز؟ ده انا بعشق طعمها، طعمها جنان. انا عامله دايت بس اكل منها، سيبولي حته. طب يلا تعالي مستنيينك. باي باي. مساء الخير يا عمي. مساء النور. انا جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا 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 لا، ما تقولش كده، ده البيت بيتك. اتفضل اتفضل. انا قلت ما اخشش عليك بايديا فاضيه، فجبت لحضرتك البطيخه ديت وهتساعد كمان في البوفيه، كمان عارفك. اشكرك. انت ايه اللي جابك هنا جنى؟ عيب كده. وبعدين ما تنسيش اخلاق الانفصال. الانفصال. انفصال ايه يا حاج اللي انت بتقوله؟ انت جاي تخرب الدنيا ولا جاي تعدي النفوس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ طبعا اذنكم. يا ريت. وخساره فيك البطيخه. ايه يا جنى اللي انت عاملاها دوت؟ ايه الحفله المهيبه اللي انت عاملاها دي؟ بتخطبتي ولا ايه؟ دي حفله عشان سوري نجح في جريد 1 كمان يا هانم. بتسفري الواد يتعلم بره وانا مت ولا ايه؟ جريد 1 يعني اولى ابتدائي. بعدين انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ معاك ورقه طلاقي؟ يا سلام، ودي الانفيتيشن بتاعت الحفله، ورقه طلاقي. جنى جنى، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. صدقيني انا هتغير وارجع هيثم اللي انت كنت بتحبيه. برضه مش راجعه، مش عايز ارجع. وبعدين خلاص ما بقاش عندي ثقه فيك خالص يا هيثم. جنى ما تقوليش كده، انا هرجع لك الثقه اللي انت افتقدتيها. جنى انا بقيت اعمل حاجات غريبه ما كنتش بعملها قبل كده. انا بروح جروب ميزوثيرابي، وكمان قطعت علاقتي بالعصابه اللي انت بتكرهيها. سرحتهم كل واحد في بلد، وهقطع علاقتي بكوبرا وبشر كمان لو حبيتي. جنى ارجعي ارجعي ارجعي، بيحتاج لكي. ارجعي غلوب تشتكي. طب هيثم بص، لو الكلام اللي انت بتقوله لي ده صح، يعني احنا ممكن. لا يا جنى احنا اكيد. بس هلا بس بس يا حمار، بس يا زفت انت. وهو بس يا حلوف انت. وهو بس يا زفت انت. وهو بس يا حلوف انت. وهو انت اللي جابكوا هنا، انا مش هلكوا استنوا في العربيه. ماني عرفت بقى ان النهارده طهور الواد ابنك، فقلنا نعمل الواجب. بس خد بالك الناس دي ما بتفهمش في الاصول. احنا من اول ما جينا ما حدش دخل علينا في طبق مزه لا مؤاخذه ولا ازازه بيره. ازازه بيره وانت جاي طهور شاكيره؟ ولا حد حتى نزل لنا طرط. جرايم قال لي يا معلم. جرايم قال لي مش حفله دي. جرايم قال لي محدش واجب معانا. انت جاي همك على بطنك، يلا اطلع بره. اصطبر بس يا فاجر. طب داني حتى جايب لك حته فرقه مهرجانات، المطرب ريشا كوستا والمطرب سمارة ناو. ناو هو بني ادم مش قطه، بس هو اسمه كده. هما دلوقتي بيجهزوا جوه في قلب الفيلا. يا نهار اسود ومنيل، انتوا كمان استبحتوا فيله الراجل. بقول لك ايه، دول خاربين الدنيا في شارع حصرومه. ده انا هديك بالحصرومه فوق دماغك بره. اصطبر بس يا فاجر، ده هتشتي عياله وبلالات. ده هتشتي كلاب وسكاكين فوق دماغ اهلك بره. طب اركب السوسته. طيب مش هتستحملك يا دوله بره. انا مش فاهم انت جدد علينا كده. يا بره بره يا توهوا. يلا انت ايه اللي بتحببه ده يا حيوان؟ حرام عليك الاطفال الصغيره. مفيش مشكله يا جنى، يعني عيار طايش وطالب في الهوا. هي حصلت تضرب نار في بيتي؟ لحد كده كفايه، اتوكل على الله. اتوكل على الله. شكرا شكرا يا عمي على كرم الضيافه، والله خساره فيك البطيخه. شكرا. واهو. شفت يا بابي؟ معلش يا بنتي معلش. يلا يا اولاد كملوا حفلتكم بقى، يلا دي بالونه فرقعت. وربك كنا هنخرب الدنيا، ما لهمش في الطيب نصاب. انا مش عارف الفجر ما بيحبناش نفرح ليه. اخبيه بوظتوا الدنيا، قلت لكم ما تخشوش جوه. دي كانت خلاص فاضل لها تكه وتحن وترجع الدار. يا حمار. جرايات فاجر انت هتعيط ولا ايه؟ لا دي دموع التماسيح، انا استحال اعيط. بس افتكر اي شخص مكاني هيعيط. طب حس كده بقى، اتكل انا على الله.
انا ما يشرفنيش اكمل في عصابه زعيمها عياطه بيحط بادي سبلاش وبيستشور شعره. يلا في داهيه السكه اللي تودي. لا يا جلهوم لا، احنا ما ينفعش نسيبه في الحاله اللي هو فيها دي. اصيل يا مجلي حبيبي، اصيل يا مجلي على الحلو والمر. اصيل يا مجلي، اصل المكان بعيد ولازم تروحنا بالعربيه. جرى يا مجلي، خليك معايا انت في العصابه انا هروحك، اما انت فبره بره. بره فين؟ احنا في الشارع. بره العصابه، افتح باب العصابه اللي وراك ده والباب يفوت جمل. مع السلامه. اه ده هبت على الاخر. طب بقول لك ايه بقى، انا مش هطلع بره، انا هطلع على كوبرا. ايه؟ هطلع على كوبرا. هتقول لها ان شاء الله؟ اقول لها ان زعيمنا المبجل بقى بياكل مارشميلو وبيفطر بالفرنش توست. مش احسن ما ياكل زباله؟ طب ايه رايك بقى انني اقول لها اللي انت عملته في عمليه البساتين؟ لا هقول لها. لا بساتين لا، وربك لا. لو النبي قالهم الله يخليك، ما تدمرش حياتي اكتر ما هي متدمره. انا مش عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي، بحبك. كفاياك اعذار والاخر مره هقولها لك. جرى نجم الجيل انت وهو، احنا ولا عارفين نركز في شغلنا ولا عارفين نقفش سوبر ميرو. انا برضو مش فاهم احنا ليه حاصرين تفكيرنا في سوبر ميرو. ما نقفش سوبر مان، سوبر ماريو، سوبر ماركت، نجيب اي حاجه ناكلها هموت من الجوع. اتنايل انت همك على بطنك. فعلا احنا لو قفشنا سوبر ميرو ثلاث ارباع مشاكل هتتحل. نقفش سوبر ميرو ده لما اديك يا بيض. ايه لما اديك يا بيض؟ اتنايل واسكت. ايه ده؟ سوبر ميرو اهي. يا سلام، حكوا انا من الكلام ده قلق. وربك ايه يا سوبر ميرو؟ لا شغل، شوف العصفوره وشوف الغندوره ما ياكلش معايا، ده انا صايع قلق. هتهرب يا فاجر. دري. سوبر ميرو وقعت يا غاليه. سوبر هيرو الفتاة الخارقة ستأتي.